تحرص مجموعة مستشفيات برجيل دولة الإمارات على توفير أحدث التخصصات الطبية في الدولة لدعم القطاع الصحي وأيضا لتوفير الرعاية الطبية المتميزة للمجتمع. طبعا وحدة زراعة النخاع دولة في مدينة برجيل الطبية تعتبر من أوائل الوحدات في دولة الإمارات لتوفير هذه التقنية. طبعا التقنية هي معقدة لحد ما وتطلبت أكثر من سنة من تحضيرات، وخاصة في ظل الظروف الحالية كان هناك صعوبات في يعني توفير الطاقم الطبي المتميز وأيضا الخبرة في هذا المجال وأيضا معدات في أثناء الجائحة، ولكن الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور وخلال سنة الحمد لله تمكننا من افتتاح هذه الوحدة. طبعا الوحدة تقوم بعلاج كثير من الحالات السرطانية وغير السرطانية، السرطانية مثل سرطانات الدم وأيضا غير السرطانية مثل التلاسيميا وأيضا الأمراض الأخرى الوراثية مناعة وراثية. طبعا مهم جدا نحن نذكر أن الهدف من هذا المشروع هو يعني توفير خدمات للمجتمع وأيضا توفير الخدمات في داخل الدولة من دون حاجة للسفر، وأيضا يعزز مكانة مدينة أبوظبي كوجهة للسياحة العلاجية. طبعا هذا المشروع ما كان ينجح لولا يعني الدعم من قادتنا وأيضا دائرة الصحة في أبوظبي، نشكرهم على هذه الجهود المتميزة. تتميز وحدة زراعة نخاع العظم في مدينة برجيل الطبية باستقبال المرضى لإجراء عمليات زراعة نخاع العظم، والحمد لله تم زراعة 3 عمليات من هذا النوع لمرضى مالتيبل مايلوما. المريض ضل بالمستشفى لمدة 4-6 أسابيع مما وفر عليه سفر لخارج البلد. الغرف المتواجدة بهذه الوحدة هي غرف بوزيتيف بريشر روم لتحمي المريض من أي جراثيم خارجية، لأن المريض خلال عملية زراعة العظم بيكون جهاز المناعة كتير ضعيف فممكن يتعرض لأي حرارة أو أي التهابات. بحالة وجود حرارة أو التهابات أكيد في طبيب مختص من أمراض جسومية بيشوف المريض، والنيرس عندها بروتوكول لتبلش الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي بسرعة، وهذا الشيء ممكن بتواجد الفارماسي على بقلب الوحدة. طبيعي كل المرضى بنتناقش فيهم مع كذا طبيب متواجد بالوحدة أو حتى بالمستشفى، وهذا الشيء كمان بيميز مدينة برجيل لتوافر كذا اختصاص بنفس المستشفى. المرضى اللي بيفوتوا على الوحدة هن بالأخص مرضى زراعة نخاع العظم، بس كمان بنستقبل مرضى الأكيوت لوكيميا واللينفوماز اللي بيحتاجوا دواء كيميائي حاد. في وحدة زراعة نخاع العظم بمدينة برجيل الطبية بنهتم بالمريض قبل دخوله على عملية الزرع، خلال عملية الزرع وبعدها، قبل بنتأكد انه مستعد تيفوت، ما عنده اي التهابات بتأثر عليه او بتمنع عملية الزرع. خلال عملية الزرع بنتابعه بشكل حساس لنتأكد ما عم يعمل اي حرارة، واذا صار اي حرارة او التهاب بنتدخل بسرعة، لأنه أي حرارة عند هود المرضى ممكن يشكل خطر على حياته. عندما نتابعهم بعد ما يظهروا من المستشفى نتأكد أنه عم ياخدوا كل الإجراءات الاحترازية لحيلا التهاب تنحمي المرضى.